أسس دورا بارزا في المحافظة على الحرف من خلال أمر أساسي وهادف، وهو تكوين مجموعة من الأجيال ديال الشباب من ذكور وإناث في مختلف هذه الحرف. وفعلا أثمرت هذه السياسة نتائج طيبة، باعتبار أن مدينة تطوان بصفة خاصة ومنطقة الشمال والمنطقة الوطنية بصفة عامة استفادت من الإبداعات ديال هاد المعلمين والصناع الذين مروا في هذه المؤسسات وفي محترفاتها المتعددة. وتعد هذه المدرسة الوحيدة من نوعها في المغرب التابعة لوزارة الثقافة، والتي استقطبت أمهر الصناع من مختلف المدن المغربية في فنون النقش على الجبس والحدادة الفنية والزخرفة، بالإضافة إلى النجارة التقليدية والزليج والخزف وغيرها من المحترفات. أولا هذا صناعة الزليج تعلمنا على المعلمين القدام اللي كانوا في البلاد، ملي تعلمنا أصبحنا هنا معلمين في المدرسة هذه. فالطريقة التطوانية كنجيبوا الطين متطفلين خارج المدينة بواحد جوج ولا ثلاثة كيلومتر كما كتشوفوه هو، ملي كنجيبوه كنهرسوه كنعملوه في واحد الشهر صغير هو اللي كتشوفوه، كنخليوه يخمر لمدة يومين ولا ثلاثة أيام، ملي كنخرجوه كنتازوه إما الزليج وإما القش. إذا كنا الزليج كنعدلوا الأحداث بحال اللي كتشوفوا هذيك النموذج ديال رافايل، كنقطعوا الأحداث بعد كنقطعوا في الزليج التطواني على حسب النماذج، أن النماذج هنا بزاف كتناصري 16 عنكبوت إلى غير ذلك. كما تتوفر هذه المدرسة على صناع متخصصين في النحاسيات والجلود المطروزة والطرز التقليدي، خاصة الطرز الأصيل لتطوان. المدرسة كتستقبل هي اللي كيخرجوا من المدارس الشهداء الرابعة، كيجيو لهنا كيتعلموا هذه الحرف التقليدية، كنعلموهم الطريقة الأولية حتى النهاية. وكاين بعض الطلبة كيجيو من الخارج بعد أولا، كاين إسبانيا، كاين اللي كيجي من أمريكا من فرنسا، كيتعلموا حتى هما المسائل هذه اللي هي تراثية، بالخصوص قسم الزليج اللي كيتعلموا. وملي كيتعلموا كيمكن لهم إما يعملوا مقاولات، فكاين بعض الدراري يعملوا مقاولة ديالهم، كاين بعض اللي كيخدموا مع الناس شركات ولا كيكونوا عندهم الحوانت ديالهم بصح كيخدموا فيها ولا آخر. أصلا غادي دخلت لها بصدفة مع واحد الصديق ديالي، أول مرة دخلت لهنايا عجبتني الصناعة بزاف، كنا كيتما تراثية وقديمة شي حاجة فيها الرسم. كنت صغير كان كيعجبني الرسم بزاف، كنت نجي ندخلنا هنايا وبقينا كنتعلموا. ومن أجل المحافظة على التراث الفني والحرفي المغربي وضمانا لاستمرار وظيفتها وواجبها التكويني، خلقت هذه المدرسة منهج شراكات وسنت مخططات تدبيرية مندمجة تحت إشراف وزارة الثقافة بهدف تعزيز موقعها الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي، الشيء الذي مكنها من الرفع من عدد خريجيها سنويا الذي انتقل إلى نحو 100 خريج سنويا. إذا كانت مدرسة الصناعة والفنون الوطنية بتطوان عرفت بعض المعاناة في بداية الاستقلال، وقلنا المعاناة كانت على المستوى الاعتراف بالقدرات الإدارية ديالها وبالمعادلات ديال الشواهد الخريجين ديالها وأيضا بقيمة معلمها وحرفيها، فإن العقد الأخير هذه المدرسة استفادت من عدة امتيازات واهتمامات كبيرة خاصة من لدن وزارة الثقافة المغربية، التي أولا ساهمت في تسوية الوضعية الإدارية للمعلمين الحرفيين بعد معاناة طويلة. الآن أصبحوا جميع المعلمين كيستفدوا من واحد الوضعية قارة وثابتة. ويبقى الهدف الأساسي الذي كان وراء خلق هذه المؤسسة هو المحافظة على الإرث الفني والإبداعي والحرفي المغربي الأندلسي، مع تلقين أسراره وتقنياته للأجيال المتعاقبة.